اهلا بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهارده هنتناول موضوع مهم في مصر وهو تعويم الجنيه المصري ماذا يعني تعويم الجنيه المصري وما هي اثار ذلك على الاقتصاد وعلى البشر وعلى الاسواق وهل سيتم تخفيض الجنيه المصري مره اخرى هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في هذه الحلقه الاقتصاديه المركزه يقول ميلتون فريدمان، ميلتون فريدمان ده أشهر منظري الاقتصاد الحر في القرن العشرين والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 عن دراساته في أسواق النقد وهو مؤسس مدرسة النقديين اللي هي سكول اوف مونتريستس اللي هي مدرسه شيكاغو وهي المدرسه اللي بيتبناها صندوق النقد الدولي يعني هو اشهر واحد يتعلق بالدراسات النقديه في القرن العشرين اشهر عالم ماذا قال ميلتون فريدمان في اشهر عباراته قال ايه ميلتون فريدمان قال لا توجد وجبه بدون مقابل هذه هي خلاصه نظريتي الاقتصاديه والباقي مجرد تفاصيل. يعني ايه الكلام ده؟ بما معناه ان الاقتصادي الناجح هو الذي يعلم جيدا انه لا توجد وجبه بدون مقابل. ماذا يعني هذا كلام فريدمان؟ يعني ان الاقتصاد لا يوجد علم اسمه علم الاقتصاد بدون سعر. بدون سعر، يعني بدون كلمه سعر لا يوجد علم الاقتصاد. وان اهم سعرين في علم الاقتصاد هم سعر الفائده وسعر الصرف. ده اهم سعرين في الاقتصاد اللي بناء عليهم بيتحدد الاستثمار المحلي ويتحدد الاستثمار الاجنبي وكذلك ضبط شيء وحش في الاقتصاد هو اسمه وحش التضخم، ضبط التضخم يتوقف ايضا على عوامل كثيره منها من اهمها العاملين اللي قلتهم دلوقتي. وبالتالي شفنا احنا في اقتصاد الامريكي ان البنك الفدرالي الامريكي في اخر ثلاث سنوات كان بيرفع سعر الفايده تقريبا كل ثلاث شهور ليه علشان يظبط التضخم طبعا هم ما عندهمش مشكله في سعر الصرف لكن كان عندهم مشكله في التضخم وبالفعل استطاع البنك الفدرالي الامريكي احتواء التضخم باليه سعر الفايده وذلك لانه بنك مستقل تماما عن الحكومه الامريكيه. في مصر هناك عجز مزمن في ميزان المدفوعات، هناك عجز مزمن في الميزان التجاري، هناك عجز مزمن في الموازنه العامه، بالاضافه الى ان حوالي 80% من الواردات المصريه هي واردات غير مرنه بمعنى انه لا من الصعب الاستغناء عنها. اذا ضفت لدول التلات عوامل دول عامل وحش كبير جدا في مصر جدا اسمه الفساد الاداري والمجتمعي انا قمت بتق... في حلقه سابقه قمت بتقدير الفساد حجم الفساد في القطاع الحكومي فقط القطاع في الانفاق الحكومي فقط في السنوات العشر الاخيره ب 150 مليار دولار ارجعوا الحلقه عملتها عن الاقتصاد المصري حلقتين ورا بعضيهم فبالتالي قدرت ان حجم الفساد المنهوب في اخر عشر سنوات في الانفاق العام الحكومي حوالي 150 مليار دولار بالاضافه طبعا الى هناك فساد مجتمعي واسع من الصعب قياسه. طبعا كل ما استفحلت العوامل الأربعة اللي قلتهم اللي هو العجز ميزان المدفوعات وعجز ميزان التجاري وعجز الموازنة العامة والفساد اللي بيؤدي إلى تهريب العملة إلى الخارج كل ما ذلك ضغطت على العملة وتفاقمت هذه الأمور في السنوات العشر الأخيرة مما أدى إلى تصارع تصارع وتيرة وقيمة انخفاض الجنيه المصري في السنوات العشر الأخيرة ده يجينا للنقطة مهمة هل ما حدث في هذا الشهر مارس 2024 منذ أيام هو تعويم أم تحريك تعويم أم تحريك للجنيه المصري تعويم الجنيه معناه ان هو تسيبه للسوق الحرة فقط لسلطة العرض والطلب دون تدخل ال بنك المركزي ودون تدخل الحكومه المصريه ودون تدخل اجهزه معينه في مساله التلاعب بسعر العمله في السوق. هذا هو معناه اي اطراف اخرى ما تتدخلش بالاضافه الى لا حكومه ولا بنك مركزي ولا اطراف اخرى تتدخل في تحديد السعر الحر للعمله. هذا لم يحدث ابدا. في تاريخ مصر الحديث، منذ أن بدأ الاتفاق اتف... الأول مع صندوق النقد الدولي سنة 1977 إلى آخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، لم يحدث أبداً أن هناك تعويماً كاملاً للجنيه أو ترك الجنيه للسوق الحرة، كل ما كان يحدث هو تعويم مسمينيه تعويم مضار أو هو آلية تخفيض الجنيه تخفيض ما كانش حصل زياده طبعا كله تخفيض، تخفيض الجنيه امام الدولار ثم اعطاء هامش محدود للحركه للجنيه بعد هذا التخفيض. هامش محدود للحركه، هم بيتصوروا ان ده مش تع... هم عارفين ان ده مش تعويم ان هو تدخل في تحديد قيمه الجنيه كلما انخفضت قيمته الواقعيه امام الدولار. يتدخل البنك المركزي المصري بالتشاور مع الحكومة في تحديد سعر جديد للجنيه وفي في هامش صغير للحركة يتحرك فيه عشان كده تلاقي البنوك كلها كله ينقص 20 قرش 30 قرش 40 قرش حاجات كده هم عارفين ان هو الهامش اللي بيتحركوا فيه ايه عارفين ان هم حددوه بكام ومن ثم مفيش حاجه اسمها تعويم طبعا الجنيه طبعا ترك الجنيه للسوق الحر هو الصحيح اقتصاديا ولكن دائما أيديهم مرتعشة ولديهم اعتبارات سياسية تجعلهم يتدخلون في السوق وكما قلت لم يحدث أبدا أن كان هناك تعويما للجنيه المصري بالمعنى الاقتصادي للكلمة كل اللي بيعملوه أن هم بيخفضوا الجنيه وياجلوا الازمه وما بيعملوش اصلاح حقيقي هما بس بيأجلوا الازمه بيرحلوا الازمه بيحاولوا يفك الاختناق وهنا كان في حاله قبل التخفيض الاخير حاله شلل شبه تام في الأسواق وفي الاستثمار وفي كل شيء فبالتالي كل ما يحصل اختناق في الأسواق أو ارتباك في الأسواق أو شلل في الأسواق يتدخلون لتخفيض قيمة الجنيه ولكنهم كما قلت لم يعوموا الجنيه ابدا ولم يحدث اصلاح اقتصادي حقيقي ابدا منذ 1977 اول اول اتفاق مع الصندوق وحتى هذه اللحظه طب خلينا نتكلم عن تاريخ التعويم هنتكلم عن تاريخ التعويم سنه 1977 ايام السداد نقول ايام السداد ايام مبارك وبعدين سنه مرسي وبعدين ايام السيسي حصل تخفيض ايام السداد سنه اول اتفاق مع الصندوق سنه 1977 واحنا اللي عرفناه الدولار بجنيه و25 قرش رفعوه الى 2 جنيه ونص ارتفعت الاسعار وحصلت احداث 77 الشهيره اللي حصلت في مصر وبالتراجع السداد عن فكره ارتفاع الاسعار ولكن طبعا الجنيه كان اتغير طبعا قيمته التعويم الثاني او التغيير الثاني او التخفيض الثاني وانا يعني كنت شاهد على هذا التخفيض اللي حصل سنه 1992 لان انا كنت باحث اقتصادي في البنك المركزي المصري في الاداره الاقتصاديه وكانت بعثه صندوق النقد الدولي مقيمه معنا في نفس المكان علشان هم كانوا بيجروا وعملوا هو انا بعتبره افضل واكثر مشروع طموح حصل اللي هو اللي حصل سنه 1992 على يد رئيس الوزراء عاطف صدقي وتم تخفيض توحيد كانت اسعار مختلفه برضو توحيد قيمه الدولار ب 3 جنيه ونص وفي عهد عاطف صدقي وحصلت اصلاحات نقديه جيده وحصلت اصلاحات ماليه جيده قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي ولما جاء الشق الثاني وهو الاصلاح الهيكلي لم يتحقق التخفيض الثاني الكبير اللي حصل في عهد مبارك هو سنه 2003 على في يد عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد اللي قام بدور الكبير في الخصخصة عاطف عبيد وتم تخفيض الجنيه إلى دولار لكل خمسة ونص جنيه مصري ورحل مبارك عن الحكم في فبراير 2011 وكان سعر الدولار خمسة جنيه وسبعة وسبعين قرشا في عهد مبارك جت سنة سنة المرسي وسنة لعدل منصور اعتبرها سنوات انتقالية مضطربة آه، مضطربه سياسيا هو اللي حصل ان سعر الدولار وصل الى 8 و80 قرش 8 جنيه و80 قرش في نهايه السنتين دول نيجي بقى للاهم اللي هو عهد السيسي اللي بدا التخفيضات بتاعته سنه 2016 والحقيقه هو عهد السيسي بدا 2014 والتخفيضات بدات 2016 وهي اسرع تخفيضات في قيمه الجنيه في منذ 1977 حصلت في عهد السيسي خمسه تخفيضات كبرى للجنيه التعويم المدار الاول حصل في نوفمبر 2017 تحول الدولار ب 17.7 جنيه وبعدين التعويم الثاني 2016 وبعدين التعويم الثاني المدار في مارس 2022 والتعويم الثالث في اكتوبر 2022 والتعويم الرابع في يناير 2023 والتعويم الخامس في مارس 2024 يعني التعويم الاول مش نوفمبر 2016 يعني اه اه والتعويم الخامس اللي هو في مارس 2024 ليصل الدولار الى حوالي 50 جنيه مصري يبقى نلاحظ في عهد الرئيس السيسي امرين تسارع وتيره التخفيض يعني تقريبا في المتوسط كل سنه بيحصل تخفيض تقريبا خمسه تخفيضات في خمس سنين وعده شهور معناها ان تخفيض بيحصل كل سنه وقيمه التخفيض بتنزل جدا جدا يعني شفنا في الخمس سنين اذا الرئيس السيسي استلم الدولار 8 .8 من عشرة والان في 2024 واحنا في بدايتها ب 50 جنيه، الملاحظه المهمه في التخفيض الاخير اللي حصل في مارس 2024 ان اجهزه معينه اجهزه سياديه في الدوله تدخلت لارباك سعر النقد ورفعه الى 70 جنيه كان رفع مصطنع الى 70 جنيه باجهزه معينه عشان لما يخفضوا الخمسين 50 جنيه المصريين يفرحوا يقولوا اه نزل من 70 الى 50 كويس دي طريقه اللي هي تكتيك يشبه قصه اليهودي والحاخام والخنزير ان هو ترفع المحنه قوي 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 وبعدين تنزلها شويه فالناس تفرح انها نزلت شويه ورغم انها تحركت الى مستوى قياسي عن اللي قبلها ولكن لان رفعها لمستوى عالي جدا وخلاها تهبط شويه يبان قدام المصريين يا ده كان ب 70 جنيه وبس ارتفع ل 50 جنيه احسن احسن من 70 جنيه الاسعار هتنزل والكلام ده ده تكتيك لامتصاص غضب الشعب وده تكتيك في تقديري قامت به الاجهزه السياديه في دخول بقوه لشراء العمله من السوق الغير الرسميه وهي مش سوق مش سوق سود هي سوق غير رسميه سوق غير رسميه رفعته ل 70 جنيه علشان يمهدوا لتخفيض قيمه الجنيه الى 50 جنيه لكل دولار وده ما حصل بالفعل في مارس 2024 طيب ليه تم التخفيض يعني ليه تم التخفيض انا قلت لسه ان الاسواق كانت مرتبكه جدا وفي حاله شلل استثمار في حاله شلل رجال الاعمال في حاله شلل امور كثيره جدا كانت في حاله شلل وبالتالي كان التخفيض مهما وضروريا وتاخر وتاخر تخفيض قيمه الجنيه تاخر بالفعل مما ادى الى استفحال الموضوع ولولا هذا التدخل كان ممكن يحصل انهيار تام للجنيه لا يمكن الرجوع عنه يعني لما بيحصل انهيار كبير قوي 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 بي... بعد كده الرجوع بيبقى صعب، يعني هم تقريبا لحقوه على اخر لحظه قبل ما يحصل هذا الانهيار الكبير، وهم كانوا معزولين ما عندهمش موارد خالص وتوفرت لهم شويه موارد تستطيع ان تسند هذا التخفيض فعملوا كده، لكن في عوامل كتيره كانت وراء هذا التخفيض للجنيه المصري، اول هذه العوامل هو الاستثمار الاماراتي الكبير في مصر. بالذات في مشروع رأس الحكمة ده مهم جدا جدا ليه؟ لأن الإماراتيين مش أولا هم وفروا موارد تسند هذا التخفيض ثانيا لا يقبلون أن يدخلوا على مصر بسعر سوق غير بسعر دولار غير واقعي ومن ثم يحولوا اموالهم مش مش هيروحوا للسوق السود مش هيروحوا للسوق الغير رسمية يحولوا هيبقى مش غير لائق لدوله صديقه ان تدخل السوق غير الرسميه عشان تحول الدولار الى الى جنيه بالسعر اللي في السوق غير الرسمي لا هم عاوزين يدخلوا على نور زي ما بيقولوا فما كانش ممكن يدخلوا الى السوق الا ان يبقى في سعر شبه واقعي وضغوط الامارات اساسيه في هذا التخفيض وهنقول ود... اشار اليه بيان البنك المركزي بالمناسبه اشار الى ذلك بصفه واضحه جدا بيان البنك المركزي اللي قاله فهو ال... والحاجه الثانيه اني بعد كده الامارات هتبيع ازاي بأ... بأس... وفي اكثر من سعر هت... ما هي حاجتين يا اما هتبيع بس... بالسعر الرسمي لل... لل... للجنيه كانت هتبقى معناها خسائر هم داخلين يستثمروا استثمارات بعشرات المليارات يبيعوا يا اما هيبيعوا الوحدات بتاعتهم بالدولار وهنا كانهم بيضربوا السياسه النقديه والاستقلال النقدي لمصر في مقتل التسعير بالدولار ينهي فعاليات واساسيات ودور السياسه النقديه للبنك المركزي ينهيها اذا اذا خلاص غير مسيطرة عملة أجنبية فبالتالي البنك المركزي غير مسيطر عليها غير مسيطر على أدوات السياسة النقدية وبالتالي إذا سعرت الإمارات وغيرها بالدولار كان يحصل فبالتالي هذا التغيير والتخفيض في قيمة الجنيه السبب الاساسي في تقديري الاول هو الامارات العربيه المتحده لسببين كما قلت التدفقات النقديه اللي بعتتها لمصر هي سندت هذا التخفيض، ثانيا هي لا تريد ان تدخل على اكثر من سعر وتقريبا نص السعر غير الرسمي ضعف السعر الرسمي للدولار وهذا غير مقبول لمستثمر جاد. السبب الثاني هو كمان صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي وفي كل اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع مصر، كل كل اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع من سنه 77 ل 2024، أحد أش... وبيقدم روشيتا، وروشيتا صحيحة لو اتبعوها، روشيتا كويسة، ولكن ما بيتبعهاش للأسف، بس أحد الشروط الأساسية هو تخفيض قيمة الجنيه. في كل الاتفاقيات ومن ثم حصلت في كل اتفاقات صندوق النقد الدولي تخفيض قيمه الجنيه ولكنهم للاسف ما بيلتزموش بباقي الشروط اللي ممكن تعمل اقتصادهم حاجه كويسه ما بيلتزموش اقتصاد صندوق النقد الدولي زي الطبيب طبيب بيشرف على الاقتصاد الحر الاسواق الحرة في العالم وبيبين ازاي ازاي يبقى في انسجام في الاسواق الحرة وازاي يحصل انسجام في الاقتصاديات عشان تتقدم فبالتالي هم ما اتبعوش ابدا روشته الصندوق كامله كانوا بياخدوا اجزاء منها اللي تناسبهم ومنها اجباريا تخفيض قيمه الجنيه وده اللي حصل في الاتفاق الاخير اللي كان معلق وبالتالي هو خفضه بناء على طلب رسمي في بيان الصندوق بتخفيض قيمه الجنيه والبيان اللي صدر من الصندوق بناء على هذا الاتفاق الاخير طبعا كان طالب من ضمن طلبات سبع طلبات كان طالب منها هو تخفيض قيمه الجنيه المصري الجنيه المصري يكون واقعي السبب الثالث في التخفيض هم رجال الاعمال المصريين رجال الاعمال المصريين بيعيشوا أسوأ عصرهم أسوأ فتراتهم منذ الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات هو الأسوأ حاليا لرجال الأعمال المصريين سواء في الفرص المتاحة وسواء في أجواء المنافسة وسواء في كل شيء فبالتالي رجال الأعمال المصريين كانوا بيضغطوا يقولوا إزاي أصلا نعمل أي استثمار واحنا مش عارفين انتوا هتعاملونا باي سعر بالذات نبيع باي سعر في السوق نبيع بالدولار زي زي الاماراتيين بالظبط نبيع بالدولار ولا نبيع بالجنيه؟ انتم مش عارفين تعاملونا بأي حق نعمل ايه؟ ازاي نعمل؟ لو سمحتوا لنا نبيع بالدولار ممكن نستثمر، لكن من غير الدولار هنبيع بأي سعر، هنبيع بسعر دولار غير الرسمي وتتهمونا احنا بنؤجج الاسواق وارتباك الاسواق؟ لا طبعا، فبالتالي كان مطلب رئيسي لرجال الاعمال المصريين هو توحيد سعر الصرف الى سعر واقعي واقعي يستطيعوا بناء عليه أن يعملوا دراسات جدوى ويستطيعوا بناء عليه أن يسوقوا منتجاتهم المجموعة الثانية المستثمرين الأجانب المستثمرين الأجانب عندهم مشاكل كبيرة جدا في الدخول لمصر منها سعر الصرف لأن هم بيدخلوا فلوس وعاوزين يطلعوها فلوس وفي الفترة الأخيرة في القيود على إخراج الفلوس وفي تحويلات الفلوس ده كان مشكلة كبيرة وأكثر من سعر ده كان عامل مشكلة للمستثمرين الأجانب طبعا ما زالت هناك مسائل كبيرة جدا لم تحل بالنسبة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن ده كان أحد العوامل اللي طالبينها المستثمرين الأجانب حاجة تانية خلتهم برضو خفضوا هو اتساع الفجوة جدا كما قلت بين السوق غير الرسمي والسوق الرسمي لدرجة أن السوق غير الرسمي تقريبا ضعف ثمن الدولار في السوق الرسمي وده عمل من حالة ارتباك في الأسواق إلى حالة شلل في الأسواق عامل مهم هو تراجع تحولات المصريين في الخارج المصريين في الخارج يحولوا بقى بقى يحولوا على البنوك بالسعر الرسمي يخسروا نصف التحولات بتاعتهم وبالتالي كان لازم يوحدوا سعر الصرف عند سعر واقع علشان المصريون في الخارج يستطيعون أن يحولوا أموالهم كما قلت من دقائق ان بيان البنك المركزي الرسمي قال ان هذه التغييرات اللي هو رفع سعر الفائده %6% مرة واحدة وصلت إلى في شهادات الاستثمار إلى 31% وده نسبة عالية لسعر الفايدة علشان تمتص السيولة في السوق وربما لمسألة الدي دولاريزيشن وهتكلم عنها دلوقتي فبالتالي بيان البنك المركزي بيقول إن الإجراءات الجديدة جاءت بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين الشريك الثنائي الشركاء الثنائيين يعني ممكن مصر وصندوق النقد الدولي مصر والامارات و... ومتعدد الاطراف متعدد الاطراف ده اصلا البرنامج الاخير لصندوق النقد الدولي قال ان في اموال هتيجي من شركاء متعددي الاطراف في دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري ولكنهم حطوهم اقرب الى ما يشبه الرقابه على الاقتصاد المصري، ما مش هينفع ان احنا نحول استثمارات الا لما يكون ان مصر تتبع روشته صندوق النقد الدولي، وده اللي قاله السعوديين بوضوح، احنا ندخل على استثمارات بشكل واضح وتكون مصر مطبقه اقتصاد اقتصاد السوق وشروط صندوق النقد الدولي وبنفس شروط استثمارنا في اي دوله، يعني اللي عاوز الدوله اللي عاوزه تستثمر لازم تدخل بافضل الشروط. مش يتفرض عليها واقع هي مش مساعدة ما فيش حاجة اسمها بالنسبة للاستثمار الاستثمار لا يصح أن يكون مساعدة الاستثمار قائم على دراسات جدوى اقتصادية رشيدة وعلى قرارات اقتصادية رشيدة ومن ثم ما ينفعش يكون إلا وفقا لشروط اقتصادية وده اللي حصل كما قلت وأشار إليه بيان البنك المركزي أن هذا تم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراف ده يؤكد الاتفاق اللي حصل مع صندوق النقد الدولي السؤال المهم اللي بيهم المصريين وهجاوب عليه مرتين السؤال المهم هل يمكن ان يستقر الجنيه لفتره اطول احنا شفنا في عهد السيسي ان تراجع الجنيه بوتيره اسرع يعني كل سنه بيحصل تخفيض تقريبا في المتوسط في الخمس سنين الاخيره كل سنه بيحصل تخفيض حصلت خمس تخفيضات في عهد السيسي فبالتالي احنا بنتكلم عن تخفيض متسارع اه تخفيض متسارع في خمس سنين وخمس سنين ونص تقريبا حصل اه او ست سنين على اقصى تقدير حصل خمس تخفيضات وبالتالي هل يمكن ان الفتره دي تبقى بطيئه احنا قلنا حصل تخفيض سنه 77 وبعدين حصل تخفيض سنه 92 وايام مبارك 92 ل2003 كانت تحركات طفيفة في السوق لكن التحرك التخفيض الكبير سنة 92 وسنة 2003 أكثر من 10 سنين 11 سنة هنا كل سنة تقريبا فهو السؤال اللي, اللي بيخطر على المصريين اللي بترحوا المصريين دلوقتي هل ممكن يستقر الجنيه لفترات اطول كما كان بيحصل في عهد مبارك انا الاجابة في تقديري تتوقف على اربعة عوامل رئيسية اربعه عوامل رئيسيه اول حاجه مواصله الاصلاح النقدي والمالي والمالي عن طريق استقلال البنك المركزي وهو هو في اقل درجه استقلال في تاريخه حاليا واتخاذ قرارات لاعتبارات اقتصاديه بحته واستخدام ادواته النقديه ادوات ادوات النقديه بكفاءه مثل سعر الفائده وسعر الصرف وضبط المعروض النقدي وادوات ادوات كثيره أدوات ضبط سوق النقد المتوفرة لدى البنك المركزي كثيرة إذا توفر له الاستقلالية وال والقدرة على اتخاذ القرارات، فده أول حاجة استمرار الإصلاح النقدي والمالي، لأن المالي مهم، لأن في تدهور مالي في الموازنة العامة للدولة، وفي النفقات والإيرادات، يبقى لازم كمان الإصلاح المالي ما حصلش وما بدأوش فيه أساساً. والحاجة الثانية الاصلاح الهيكلي للاقتصاد العيني الحقيقي اللي ما حصلش كما قلت منذ الف من اول اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيتجاهلوا الشق الثاني ولا يتعلق بالاصلاح الهيكلي او الاصلاح الحقيقي في الاقتصاد التالتة الشرط الثالث عشان يستقر الرشاده الاقتصاديه في تقليص الانفاق العام غير الضروري وده اللي توحش في عهد الرئيس السيسي لابد ان تكون هناك رشاده اقتصاديه في الانفاق العام غير الضروري في انفاق ضروري تعلق انفاق على الصحة والتعليم اللي هو تقلص في عهد الرئيس السيسي في مقابل توحش الانفاق غير الضروري ده لازم هذا الشرط الثالث والشرط الرابع تقليص الاقتصاد غير الرسمي الذي ترعاه الدولة في نوعين من الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد غير رسمي اللي هو المجتمعي اللي هو غير مسجل في الاقتصاد غير مسجل وما يدفعش عليه ضرائب وفي واغلبه في ال الحرف الصغيرة والأنشطة الصغيرة وفي اقتصاد دولة غير رسمي ضخم جدا 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 في مقدمته طبعا اقتصاد الجيش وهذا الاقتصاد غير والاجهزه الامنيه والاجهزه المخابرات كله عنده اقتصاد دلوقتي ضخم جدا جدا وهذا الاقتصاد لا بيدفعوا جمارك ولا بيدفعوا ضرائب ولا بيخضعوا القانون قوانين المنافسه الاقتصاديه ولا لاي شيء ولا لاي شيء وبيربكوا كل شيء وبيمنعوا المستثمرين وبيحدوا من قدره رجال الاعمال على المنافسه وبيحدوا من الاستثمار الاجنبي يعني شرط اساسي عشان يستقر اللي هو الحد تقليص الاقتصاد غير الرسمي للدوله الى اقصى حد طيب نشوف العوامل دي في تقديري اول حاجه البنك المركزي في اقل درجه استقلال هل عشان احنا ناقشنا دلوقتي اربع عوامل علشان تساعد على استقرار سعر الجنيه المصري في مواجهه الدولار والاربع عوامل دول نناقش هل متوفرين ولا مش متوفرين بالنسبه لاستقلال البنك المركزي هو الاقل استقلال في تاريخ البنك المركزي المصري اقل استقلال البنك المركزي بيضار ب... ب... ب يعني بالاشارات كده بالاشارات زيه زي وزي استقلال القضاء زيه زي استقلال المؤسسات زي زي استقلال البرلمان مفيش حاجه مستقله في مصر حاليا وبالتالي استقلال البنك المركزي تدخل تدخلات الحكوميه والامنيه والامنيه وصلت الى تدخلات امنيه في عمل البنك المركزي المصري الحاجه الثانيه الاصلاح الهيكلي وانا قلت ان ما حصلش ابدا اصلاح هيكلي جد منذ اول اتفاق مع صندوق النقد الدولي بيخافوا من تبعات الاصلاح الهيكلي الحقيقي على الاقتصاد وعلى الاضطرابات الاجتماعية فبيسيبوا هذا الجزء من الإصلاح ويتركوه وأنا أشرت إلى أهم اتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 92 في عهد عاطف صدقي حصل إصلاح نقدي ممتاز جدا حصل إصلاح مالي ممتاز جدا عمل إصلاحات جريئة جدا يوسف بطرس غالي في النظام الضريبي وفي الإصلاح المالي ولكن لما جينا للإصلاح الهيكلي في الاقتصاد ما لم ينفذ الشق الثاني اما الشق المتعلق بالرشاده الاقتصاديه ففي تقديري فانه في اسوا حالاته من عهد اسماعيل باشا هذا الانفاق الغير الضروري على المشروعات غير الضروريه هو الاسوا من عهد اسماعيل باشا وانا قلت قبل كده اسوا من عهد اسماعيل باشا لان في عهد اسماعيل باشا كان له متطلبات معينه ودلوقتي له له اتجاه مختلف بيقوم بجيش بيقوم مش عارف ايه حاجات تانية مختلفه تماما تقريبا اقدر اقول ان الرئيس السيسي مصاب بحمى الانفاق غير الضروري كل ما تيجي موارد حقيقيه يبددها ويرجع يختنق الاقتصاد مره ثانيه في اخر عشر سنين كل موارد حقيقيه تيجي يسرع الرئيس السيسي بتبديدها لتحصل ازمه اختناق اخرى في سريعه وبسرعه في النقد الاجنبي تؤدي الى تخفيض قيمه الجنيه اول ما وصل على طول موارد الامارات وبوادر اتفاق مع صندوق النقد اللي هيديهم 8 مليار على طول طلعنا الاخبار انهم يعملوا ازدواجيه لقناه السويس وانهم هيبداوا المرحله الثانيه من من العاصمه الاداريه وان الرئيس السيسي طلب 10 مليارات يعني هو قال 10 مليارات ما اعرفش ما قالهاش بقى دولار او جنيه لصندوق خاص كل ده فورا بمجرد ما شم شم ان في فلوس جايه بمجرد ما شم ان في فلوس جايه صار على طول الى مشاريع تبديد اذ لما يتوقف كل هذا فورا واخيرا الاقتصاد غير الرسمي للجيش ومؤسسات اقتصاديه رسميه توحش في السنوات الاخيره وغير ملتزم كما قلت باي قواعد تتعلق بالاقتصاد الحر ولا بالقواعد ولا حتى بسعر الفائده اللي بيدفعها بياخده من البنوك بضغوط على البنوك كل ده تم الاربع عوامل اللي ممكن تؤدي الى استقرار سعر الصرف هي اربع عوامل غير متوفره في مصر حاليا لو ما ما خدوش اجراءات صارمه تجاه الاربع عوامل دي فان طبعا هيتدهور وربما يتدهور اكتر سعر صرف الجنيه المصري في مواجهه الدولار. طيب نيجي للدولاريزيشن والدي دولاريزيشن، يعني ايه الدولاريزيشن والدي دولاريزيشن؟ الدولاريزيشن تترجم الدولره، يعني ايه الدولره؟ الدولرة ان الناس عارفة ان الدولار هتزيد قيمته فبيبدأوا اللي معاهم فلوس كتيرة بالذات الطبقة الوسطى العليا وما فوق معاهم شوية فلوس ما يحطوهاش بالجنيه المصري يسيبوها بالدولار او الناس تنزل تشتري الدولار من السوق اللي معاها فائض اموال يقول لك انا هشتري الدولار كان بيشتري ذهب الفقراء بيشتروا ذهب والفاهمين اقتصاد بيشتروا دولار وبالتالي دي اسمها الدولاريزيشن. والدولاريزيشن دي تيجي نتيجه انخفاض أو انعدام الثقة في العملة المحلية وبالتالي يلجأوا إلى عملة مستقلة وثابتة و... و... ولها نمو مستمر كمخزن للقيمة وده اسمها دولاريزيشن ان يحولوا الجنيه إلى دولارات طيب في طبعا مواجهه الدولاريزيشن تحصل تحصل مواجهه الدولاريزيشن ممكن الدي دولاريزيشن في عهد عاطف عبي صدقي سنه 92 رفعوا سعر الفايده عالي جدا جدا ووحدوا سعر الصرف وقتها كان كان اجراء كبير فحصلت ثقه في العمله المصريه وبقى في عائد بو يعني بوزيتيف يعني عائد ايجابي على الايداع اعلى من معدلات التضخم وبالتالي حصلت الدي دولاريزيشن في عهد عاطف صدقي ان بعض الناس بدأت تحول فعلا من الجنيه الى الدولار لتحط ودائع عشان ت... كان وصلت ساعتها 25% برضو عشان يحطوا ب 25% علشان يمتصوا السيوله النقديه من السوق عشان يقل التضخم وعلشان يمتصوا الدولارات من السوق وتتحول الى الجنيه المصري لسنادة سعر الصرف كل ده اجراءات حقيقية وحصلت بنجاح في سنة 1992 ولكن هذه المرة لا اعتقد لا اعتقد انها ستنجح، لماذا؟ رغم من ان التصريحات ان جالنا دولارات والكلام ده انا مش مصدق هذه التصريحات، بعتبرها تصريحات تشجيعيه وليست تصريحات حقيقيه وما ينفعش تتقال في اول يوم وما ينفعش استقرار الاسواق واستقرار الدي دولاريزيشن يتقال اول يوم، الموضوع ده بعد ست شهور يبان او ثلاث شهور او شهر او شهرين، شهر شهرين ثلاثه نشوف حجم التحولات من الجنيه الى الدولار ونقول ان حصلت دي انا في تقديري مش هتحصل. او هتحصل عند الحد الادنى في تقديري مش هتحصل ليه؟ لان في عدم ثقه في الجنيه نتيجه وتيره التخفيضات الخمسه الكبرى التي حدثت في اقل من ست سنين هذه الوتيره جعلت الثقه في الجنيه محدوده جدا كل اللي هيحصل ان الناس اللي, تحت المتوسطه والمتوسطه واللي معاهم شويه فلوس بالجنيه هيحولوهم من وعاء استثماري بالجنيه الى وعاء استثماري اكثر فائده بالجنيه المصري ولكن الناس اللي عندها فلوس وعندها فقط فلوس وحطها بالدولار مش هتحوله الى جنيه مصري في تقديري فبالتالي الدي دولاريزيشن مش هتحصل كمان تحويلات المصريين في الخارج هتترقب هتاخد وقت طويل جدا لازم يحصل استقرار في الثقة في العملة استقرار في واقعية سعر العملة علشان تحصل هذه التحولات من المصريين في الخارج بالنسبة للدولاريزيشن والدي دولاريزيشن أي الدولرة والدولرة العكسية الاحتفاظ بالوداع في في شكل دولارات ايه هي التحديات التي تواجه الجنيه المصري في هذه اللحظه كما قلت اكبر تحدي هو الثقه المنخفضه جدا في الاحتفاظ به كمخزن للقيمة الناس مش واثقة في الجنيه مش واثقة في استقرار سعر الجنيه لسنة ولا اتنين مش واثقين هم بيقولوا سنة وهترجع ست شهور وهترجع وهيخفضوا تاني سنة وهيخفضوا سنتين بالكتير وبالتالي هنرجع تاني لسعر منخفض ياكل سعر الفايدة اللي خدناه بالاضافه الى في عوامل تضخم عاليه بالاضافه لكل ده فبالتالي اي شيء بالجنيه المصري ستلتهمه اسعار التضخم وسيلتهم تخفيض الجنيه مستقبلا دي رؤيه المصريين في حاجه تانية فجوه الطلب الضخمه المتراكمه منذ سنوات في طلب ضخم جدا لقطاع الاعمال منذ سنوات متراكم وبضائع متراكمه في الجمارك وبضائع ما جتش اساسا ومصانع وقفت عشان ما فيش السبلايز وما فيش مستلزمات الانتاج كل ده اذا فتحوا الاقتصاد سيمثل ضغط كبير جدا ضغط متراكم على الجنيه هل هيستطيعوا الاستجابه له ولا هيحطوا قيود تاني زي ما حاطينها منذ سنوات كمان في طلب عادي الطلب عند الانسان العادي اسمه الطلب المكبوت الناس طالما ما فيش دولار في السوق ما كانتش بتعمل لكن لما يتوفر طلب هيطلع الطلب المكبوت عند الفرد العادي انا بتكلم على طلب عند قطاع الاعمال متراكم منذ سنوات عطل وشل حركة الانتاج وطلب مكبوت عند المستهلك العادي طلب بالدولار وده برضو يمثل تحدي للجنيه في تاني خدمة الدين المتزايد علشان كده صندوق النقد الدولي في شروطه السبعة قال لهم اي مبيعات لاصول تحطوها في تسديد الدون الدين مش تاخدوا دين تاني من اسواق السريعه وتدخلوا في فجوه في حفره تاني انك تاخدوا دين بسعر عالي بسعر فايده عالي وباجل قصير ومن اسواق الساخنه وبعدين تراكموا دين تاني بعد سنتين تتفاقم خدمه الدين فاحد شروط صندوقنا الدولي اللي المفروض يتبعوها قال لهم اي اصول تبيعوها سددوا بها الديون الكبيره اللي موجوده دلوقتي اللي هي 163 مليار دولار كمان في طلب تاني تحويلات عوائد الاستثمار بالعملات الاجنبيه لما في استثمار زي استثمار الامارات ده هيبيع وحدات ويحول ارباحه بالعمله واشترى حاجات كثيرة جدا جدا في مصر والسعوديه والامارات والامارات طبعا بالتحديد وحتى قطر هذه الاستثمارات هتحتاج الى ان تحول الاستثمارات بارباح الارباح الكبيره في لان كلها مشروعات نقوا افضل مشروعات وحقهم هذا هذا حقهم تماما وفي أش... أش... ظل أزمة العملة اشتروها بأرخص الأسعار يكفي صفقة الفنادق الثمانية ولا التسعة دي اللي لا ما عشرة في المية من ثمنها الحقيقي كل ده هيؤدي إلى أرباح كبيرة والأرباح الكبيرة ستتحول بالدولار هذا ضغط آخر على الجنيه المصري وعلى العملة الأجنبية داخل مصر كما قلت أن عودة تحويلات المصريين في الخارج تحتاج إلى فترة طويلة لتعود الثقة للتحويل وبالتالي ده ايضا سيستمر كضغط علي العمله الاجنبيه وعلى الجنيه كمان اليه امتصاص اموال المصريين في الخارج عن طريق انها تمتص من المنبع يروحوا من المنبع يشتروها من المصريين في دول الخليج ستستمر ستستمر حتى بالمزايدة على سعر الصرف الرسمي لان ناس كتيرة عرفت اللعبة دي وانها كونت آليات امتصاص هذه الاموال في الخارج عندهم دلوقتي مؤسسات قادرة على اكتزاب اموال المصريين في الخارج قبل ما تيجي مصر ممكن يزايدوا بانهم يرفعوا سعر الدولار عن السوق الرسمي في دول الخليج لكي يمتصوا هذه تحولات المصريين في الخارج ويحجزوها من المنبع في دول الخليج وأنا في تقديري هتستمر هذه الآلية وستمثل أيضا ضغطا على الجنيه المصري وعلى موارد الدولار وعلى تحولات المصريين في الخارج كمان في تراكم لطلب خاص للمصريين لتحويل اصولهم من داخل مصر الى الخارج، ناس كتيرة كان عندها استثمارات داخل مصر شقق عندها فلوس وكانوا عاوزينها في الخارج بالذات في اوروبا وامريكا عاوزين فلوس وطالعين وسايبين فلوسهم ولكن فجاه لما وقفوا التحولات تراكم هذا الموضوع وهؤلاء الناس يمثلوا شريحه ليست قليله عايزة تحول فلوسها إلى الخارج علشان تستمتع بمدخراتها اللي كان ممنوع إنها تحولها في الفترة الأخيرة في كمان انا بعتبر رجوع الطلب على على آه, بطاقات الائتمان جوع الطلب على بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان ما كانوش عاوزين يخلوا الناس تشغلها بحريه في الخارج ليه لان كان البنك بيحاسبك ب 30 دولار وهو السعر اصلا 60 دولار فكان البنك كل دولار انت تصرفه يخسر 30 دولار. نصه فبالتالي ما كانش فكان وقفوا موضوع وقيدوا موضوع بطاقات الائتمان رجعوا فتحوها في منذ ايام هذا يمثل جوع ايضا جوع طلب لاستخدام بطاقات الائتمان بالدولار الامريكي وهذا سيمثل ضغطا اخر على الجنيه المصري، كل هذه الضغوط الذي تكلمت عنها ستمثل تحديات وضغوط على الجنيه المصري في مواجهه الدولار في الفتره القادمه. ناتي الى سؤال بيطرحه المصريين، هل يوجد سعر عادل للجنيه في مقابل الدولار؟ بيقولوا ايه السعر العادل؟ مش مش كلمة واقعية هو السعر اللي بيقترب من تحقيق آلية العرض والطلب السعر الواقعي الذي يقترب من سعر الجنيه في سوق حر للعملات هو ده السعر اللي, اللي بيتعامل بيه عادل ومش عادل كل واحد له وجهة نظر في عدالة السعر وانا اقول لكم ان بيتحسب حاجات يعني وفي حاله ارتباك جميع المؤشرات في مصر وضعف, وضعف الشفافيه وتدخل الدوله بشكل سيء في الاقتصاد هذا يجعل حتى تحديد السعر الواقعي امر صعب هناك طبعا دراسات معقدة ونماذج عن طريق النماذج الاقتصادية توضح ما هو السعر الذي يقترب من السعر الحقيقي بناء على نمو الناتج المحلي الاسمي ووضع ميزان التجاري وميزان المدفوعات والمعروض النقدي من العملة واستقلالية البنك المركزي كل هذه العوامل لو تتخذت في نموذج ممكن يقولوا ايه السعر الاقرب الى السعر الواقعي الاقرب الى السعر في حاله ان في حاله الاسواق الحره ولكن هذا محدود القيمه كما قلت بالنسبه لمصر لنتيجه غياب الشفافيه وتدخل الدوله هل هل سيرتفع الاستثمار الاجنبي في مصر بعد هذه الاجراءات الاخيره في تقديري ما حدث لا يكفي لتشجيع لا يكفي لتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي في مصر، ممكن مصر تروح لاسواق الاموال الساخنه وتاخد شويه فلوس وده خطا كبير جدا لو حصل وخطا كبير جدا لو حصل لانه هيمثل ضغط كبير جدا على الجنيه مستقبلا، ولكن ده ال لكن استثمار استثمار للاستثمار طويل الاجل ومتوسط الاجل في مصر استثمار اجنبي في المعوقات والمخاوف وعدم الثقه اعلى بكثير من عوامل الجذب ومن ثم في تقديري لن يتدفق استثمار أجنبي إلا عندما تستقر الأسواق وتستقر العملة على الأقل لسنة واثنين وأخيرا سأختم بحاجة المهمة عند المصريين هل سينخفض الجنيه مرة أخرى؟ الجنيه ده هينخفض مرة تاني؟ أكيد نعم أكيد نعم طبعا أكيد نعم لأن إحنا عندنا قلنا عجز مزمن في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري وفي ميزان العمل الدولة لكن في عوامل تاني في العشر سنين الأخيرة فاقمت هذا التخفيض فاقمت التخفيض بالإضافة للثلاث الحاجات الأساسية دول والفساد اللي من زمان في عوامل أخرى فاقمت هذا التخفيض كما قلت توحش الفساد وتوحش دور الدولة في الاقتصاد وخاصة الجيش دول العاملين المهمين اللي دخلوا جديد ومن ثم يت... هيحصل تخفيض في قيمة الجنيه ولكن وتيرة التخفيض وسنواته يعني بعد إمتى وقيمه التخفيض دي تتوقف على عوامل كثيره، على عوامل كثيره، فبالتالي اتكلم على انك انت لازم طبعا تقلل الانفاق، وتقلل المعروض النقدي، وتسرع الايرادات، وحاجات كثيره جدا، وتخفيض الانفاق العام غير الضروري، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ويتوقف على في عوامل تاني خارجيه تتوقف على دور مصر في حرب غزه، وانا بعتبر دور مصر في حرب غزه هو اللي خلى اوروبا وامريكا ادهم اشارات ايجابيه ان عاوزين يساعدوا مصر واتفاق صندوق النقد الدولي ده جزء من اثار غزه بالاضافه الى مش بس اتفاق معاهم انهم يرفعوه هم كانوا عاوزين يخفضوا الجنيه ويدوهم 3 مليار رفعوهم ل 8 مليار ده من اثار حرب غزه ودور مصر في حرب غزه ودور محتمل لمصر في التسويه كل ده ادى اشارات ايجابيه في امريكا واوروبا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه لمساعده مصر فده زي ما حصلت حرب الخليج الاولى حصل ساعدت اقتصاد مصر في سنه 91 وكان في ازمه كبيره وتخفيض الديون حصل بس بسكيل اقل في عهد السيسي نتيجه اختلاف طبعا تاني كانت حرب كبيره ودي مع اسقاط نظام كبير عشان يسقطوا يتحرروا الكويت لكن دي حاجه صغيره لسه صغيره لكن بالتاكيد ان دور غزه ادى الى دور ايجابي لمصر في مؤشرات إيجابية من الدول الغربية لمساعدة مصر كمان يتوقف على مصر بتبيع أصول أصول كبيرة زي باعوا رأس الحكمة وبيتكلموا عن حاجة تانية اسمها رأس الجميلة وعاوزين يبيعوا حاجات بقى بعشرات المليارات ده يتوقف عليه يتوقف عليه وتيرة التخفيض ده كل ما الأمور دي كانت كويسة تقلل الانفاق تزود الايرادات تكون اثار حرب غزه اكثر كمان وضوحا ان يبيعوا اصول تاني بمبالغ كبيره وكل ده يتدفق بالدولارات ده سيؤثر طبعا على استقرار الـ الـ الاقتصاد واستقرار سعر الصرف تقليص دور الرئيس السيسي في القرارات الاقتصادية الكبرى وإعطاء مساحة أكبر للخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية طبعا ده مهم جدا من العوامل اللي ممكن تؤثر على استقرار سعر الجنيه في المستقبل وقف اقتراض الاموال الساخنه وقف ارهاب الاجهزه الامنيه فيما يتعلق بمطارده حامل العمله الاجنبيه في الفتره الاخيره حصلت حاجه خطيره جدا جدا لو كانت هذه حقيقه ما نشر هيبقى خطير جدا جدا ان كانوا بيطاردوا اللي يملك عمله اجنبيه بتاعته بتاعته يملكها يملكها وكان حاجه خطيره جدا بيند اني إن البنوك التجارية بتبلغ أجهزة عن إن فلان سحب 10,000 دولار، فلان سحب 20,000 دولار ويلاقي يا إما تليفونات يا إما حد منتظره يقول له الدولارات دي سحبتها ليه وهتعمل بيها إيه؟ هذا أخطر ما يكون. إحنا عارفين أن الدولة بتتدخل بطريقة هيفي هاندز في استقلال البنك المركزي في السنوات الأخيرة ولكن وطبعاً طول تاريخ البنك المركزي غير مستقل. ولكن عدم استقلاليته انحدرت بشكل كبير في الفترة في السنوات الأخيرة كمان يتدخلوا للبنوك التجارية ويضربوا أهم شيء اللي هو سرية العملاء والحفاظ على العميل وبالتالي البنوك, البنوك التجارية المصرية لو كان هذا الموضوع ثبت دوليا هتخرج من النظام البنك الدولي ومن السويفت خلاص بتكسر قواعد باذل في المصارف اتفاقيه هتك... هتك... باذل فبالتالي يبقى كسرت حاجه خطيره جدا جدا ولا تستحق الجداره الائتمانيه ولا ان تكون في النظام البنكي العالمي وبالتالي لابد من رفع الاجهزه الامنيه عن ارهاب حاملي الدولارات والعملات الاجنبيه فها... فالملكيه حق اساسي للانسان طالما جاية من مصادر معروفة حق أساسي للإنسان والأهم إصلاح هيكلي حقيقي لزيادة الصادرات واستقرار الأسواق وتهدئة التضخم بخلاف ذلك فإن الجنيه المصري سيتصارع في سقوطه وربما بوتيرة أسرع وربما بقيمة أكبر الكرة إذن في ملعب الدولة المصرية اذا كانت تريد الحفاظ على قيمة العملة وابطاء تدهور مستوى معيشة المصريين والذي هو تدهور بشكل خطير في السنوات الاخيرة بالفعل، اذا كانت الدولة جادة عليها ان تتخذ اجراءات جادة للحفاظ على مستوى معيشة المصريين والاحتفاظ على قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الاجنبية. إذا بقت الأمور كما هي وتوقعت نتائج مختلفة فأنت غبي كما يقول أينشتاين ومن ثم إذا استمرت الدولة المصرية والحكومة المصرية في سلوكها غير الرشيد في السنوات العشرة الأخيرة فلا تتوقع إلا انخفاضا وتدهورا أكبر في قيمة الجنيه المصري وفي مستوى معيشة المصريين هذا ما أود أن أقوله حتى الآن في مسألة العملة وأنا شرحت يعني حلقة واضحة وشاملة في كل جوانب الموضوع موضوع قيمة العملة وقيمة الدولار والتعويم تقريبا حلقة شاملة ومستعد الإجابة على أي أسئلة لكم أنا بقرأ كل تعليق صحيح ما بكونش عندي الوقت للرد على التعليقات لكن كل تعليق تحت الفيديوهات بتاعتي وفي التويتر بأراه كل تعليق كل تعليق وان كان لا يتوفر لي الوقت للرد لان في حاجات بحتاجة الى ردود تفصيلية لكن انا بحترم كل تعليق وبقرا كل تعليق وبستفيد من بعض التعليقات طبعا الشتائم والاتهامات دي حاجه رخيصه لا التفت اليها ولكن فيما يتعلق بالتعليقات الحقيقيه والاراء المختلفه وحتى تصحيح معلومه فانا اشكر اي شخص يساهم في تعليق ايجابي يجعلنا نتفاعل اكثر معكم ونلبي ما تريدونه من موضوعات اشكركم والقاكم في موضوع اخر مع مجد خالد شكرا لكم